نرمين وصلنا لمحطتنا الثانية، ويعتبر شهر رمضان الكريم من أفضل الأشهر اللي بتحمل الطاقة الإيجابية المضاعفة الغنية بالوفرة والذبذبات النافعة. يستطيع الصائم أنه يشعر بهي الطاقة بشكل عام برمضان من خلال الحكمة بتصرفاته وبهدوءه وصحة بدنه. صحيح سلمى، ولنحكي أكثر عن طاقة شهر رمضان وطاقة الحروف والأرقام لطاقة القمر وتأثيرها على الناس خلال الشهر الكريم. بيسعدنا نرحب بثابت الحسن وهو خبير بعلم الأرقام والحرف. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح رمضان الخير. كريم على الجميع إن شاء الله. رمضان كريم عليك يا رب. يعني هيك مثل ما بلشنا بالمقدمة، يعني رمضان بيحمل طاقة إيجابية. تماما. شهر مميز. شهر مميز، وباعتبار الشهر هذا يعتبر أو يرتبط بالقمر، خلينا نحكي عن طاقة القمر بشهر رمضان وتأثيره على الإنسان. نحن دائما عم نحكي عن طاقة القمر والشهور العربية أو الهجرية أو القمرية، ولكن دائما بشهر رمضان عندنا فرصة أكبر لحتى ننوه عن هذا الموضوع. نحن عندنا 12 شهر قمري، طبعا يا 29 يوم يا 30 يوم، دائما في عندنا بهذا المسائل في رصد للهلال، ولادة الهلال. لحظة الهلال وقت اللي بيولد بدنا دائما ننتبه على نقطة مغيب الشمس، طبعا 29 قمر بيلمحك ونحن بننتظر ولادة القمر الجديد. 29 بيكون من الشهر السابق مثلا كنا بشعبان، فبده يصير رصد لهلال رمضان، بتكون من نقطة غروب الشمس بيولد القمر. إذا يولد القمر من نقطة غياب الشمس، أي يولد هو من الغرب ويغيب في الشرق، بيصير يرتفع بشكل تدريجي، يسمى هون عندنا هلال. بينتقل لمرحلة التربيع الأول الأحدب المتزايد، طاقة القمر بدر، بنرجع أحدب متناقص، تربيع ثاني والهلال. بهذه الفترة عم نمرق نحن بمراحل قمرية. طبعا ذكر القرآن بالقمر بالقرآن الكريم، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. فبنشوف هالدائرة هذه هي عبارة عن زيارة مديتها 29 ل 30 يوم، فيها كثير من الأحداث بتحمل عنا طاقات مميزة من خلال إضاءة القمر. كلنا بنعرف انه القمر اليوم بيأثر علينا من خلال النمو النبات، المد، الجزر، هذا شيء صار يعني علمي، فكيف على مشاعرنا، احاسيسنا، عواطفنا، فبنلاقي هذا الشيء ما يلامسنا بشكل يومي. بشهر رمضان في اهتمام كثير كبير لانه بنعد كل يوم بيوم، فبنحمل الرائب يوم 7 القمر، يوم بلشنا بالتربيع الاول، شو طاقه القمر، كيف بلشنا، في شيء بده يأثر علينا نحن عم نشعر فيه. طبعا متفاوت هذا الموضوع من شخص الى اخر، اكيد حسب طبيعته وطاقاته هو كشخص. فملاحظ انه بهذه الفتره نحن هلا مثلا بالتربيع الاول، خلينا نبشر الناس انه هذه الفتره هو بكل اشهر قمريه في حسابات، ولكن شهر رمضان هي فرصه لنعبر عن هذا الموضوع. بنلاقي هلا كثير فتره مهمه للاحلام، للاشياء اللي بدنا نشتغلها، بدنا نزيدها، الارباح، المال، الزواج، بس عندنا مشاعرنا تكون دائما انه نحن بدنا نعمل شيء كثير حلو. هلا بطاقه القمر، وقت اللي بتكون طاقه القمر بدر، هون في ملاحظه طبعا هذا الموضوع كان يحكوا عليه اجدادنا انه القمر وقت اللي يكون كامل تنتبهوا مثلا ممكن حوادث او مشاكل، هلا في دراسات صارت غربيه، بالاضافه في استحباب لصيام الايام البيض، وهي هاي الايام اللي بيكون قمر كامل، فبتلاقي انه عندنا صار ارتفاع بمنسوب الدم بالانسان، بتلاقي حاله احيانا ممكن تكون غضب، عصبيه، مزاج، ممكن انت بتروحي لهذا المجال. وين بدنا نستفاد منها؟ بدنا نستفاد منها وقت ندخل قبل ما ندخل بيومين بهذه طاقه القمر ب 10 11 طاقه القمر، انه نكون مرتاحين، نحاول دائما نشيل الافكار السوداء، الاضطرابات، المشاكل العاطفيه، ما شاء اي مشكله عندنا نحاول ما كثير نفكر فيها لحتى انه عندي زياده هلا. وقت بصير القمر طاقته كامله فبده يكون عندي يا اما زياده بالشيء اللي انت عم تفكري فيه، يا سلبي يا ايجابي، لذلك ليش نحن بنستفاد منه بطريقه ايجابيه، بيكون من خلال نحن طريقه تفكيرنا، طريقه تفكيرنا رح تحدد لنا نحن افكارنا، رح تحدد لنا سلوكنا، فراح يكون يطلع مننا سلوكنا بهذه الفتره، طاقه القمر رح تساعد بهذا الموضوع. أكيد يعني لنحكي أكثر ونكون أقرب للمشاهدين، مثل ما قلنا أنه طاقة رمضان هي طاقة إيجابية، كيف نحن ممكن نشحن طاقتنا خلال هذا الشهر الكريم؟ كيف ممكن نفعلها لنحقق مثل ما قلت من شوي أحلامنا؟ تماما. شهر رمضان هو شهر عبادي، فدائما موضوع العبادة يدخل بطاقة الإنسان من خلال الوقت بيكون نتعرض لأي مشكلة بحياتنا باللا شعور، بنصير في عنا نوع من المناجات، فهذه بتريحنا، بتخلينا نقاوم مشاكل الحياة. نحن بشهر رمضان الفضيل من خلال هذا الشهر بنقدر نحن في كثير من الاشياء السلبيه الموجوده عندنا بنقدر نحن هلا نتركها، نبطل عادات سلبيه او نقلع عن عادات كنا مزعوجين منها، نبلش في شيء اسمه تسامح، لانه بالنهايه انت في شيء بده يزرع بذار، بدها تزرع بدك تحصدي ثماره، فبهذا الشهر في عندنا فرصه كثير كبيره انه نحن نبلش في شيء من التسامح، الرحمه، الالفه، المحبه، بدايه من شهر رمضان كطاقه عباده، كمان بنستفاد فيها كطاقه القمر، يعني بهذه الزياده اذا نحن قلنا
بكره بنقصان الهلي وقت بنبلش بال 17 18 القمر كمان. لا محاقشه في كثير اشياء هون حلوه بنقدر نحن نعملها، خاصه اللي عنده حابب يترك الدخان، حابب يترك اشياء سلبيه موجوده بحياته، فبتساعده طاقه القمر انه فعلا بيقدر ينشر الامور هاي. المحاصيل كمان في البزياده بتكون كثير جيده، فبدنا نستفاد نحن من طاقه القمر من خلال سلوكنا بدايه. طبعا في فكره دائما الغضب الموجود عندنا كلياتنا هي عباره عن جزء من الثاني، بتلاقي الواحد بيكون فجاه صار نار، ممكن يرتكب حماقات بيندم عليها طوال عمره، فمن خلال كمان هذا الشهر بيبلش يروض نفسه، لانه هذه النفس بدها ترويض، هي عباره عن رياضه، فنحن في هذا الشهر في فرصه لنا انه نبلش نروض انفسنا بهذا الموضوع. طبعا بالاضافه في اشياء ثانيه بتفيدنا، مثلا هي يوم اذا بنحكي عن علم الطاقه، طريقه التنفس، كيف انا بقدر اسيطر على تنفسي، بصير عندي امتصاص للغضب عندي، لانه الغضب مساله كثير مهمه. احيانا المشي حافي كمان الايام القمريه وقت تكون قمر كامل، في المشي حافي 10 دقائق في البيت كثير مهم، تفريغ الطاقه السلبيه من الاطراف، الوضوء احيانا، يعني انا ما احكي بشكل عام هلا انه كيف بنقدر نستفاد هذه المعلومات وقت اللي نحن بنقدر نشتغل عليها، وين بتروح؟ على العقل اللاواعي عندي، فبتنزل فبصير في نوع من انواع البرمجه يمكن. تماما، فبتطلع دائما، يعني انتهى رمضان بعد 11 شهر 12 سنه كامله، يعني بدنا بروح بنرجع مره ثانيه، فنحن اذا عملنا برمجه وصارت عندي المعلومات وعندي التدريب والترويض بالعقل اللاواعي عندي، صار انا صار عندي ممكن انه فتره بقدر اعمل توازن. هذا الشيء بيصير بالايام يعني طبع منك انت تطبعت بامر معين، ولكن بيصير جزء من حياتك، فكثير مهم انه نستفاد من هالموضوع هذا لترويض النفس من خلال العادات السلبيه الموجوده عندنا. اكيد. طيب خلال الشهر الكريم، يعني دائما نحن يمكن بنحاول بالايام العاديه نعرف، خلينا نقول طاقه او حسابات الارقام والاحرف بالايام الطبيعيه، كيف بشهر رمضان؟ وهل في شيء معين بخصوص هذا العلم بياثر علينا؟ طبعا علم الحرف والارقام هو علم قديم جدا جدا جدا، بنحكي فينا نرجع ل ما قبل الميلاد للفيثاغوريسيين لبطليموس، كيف يعني في له رحله طويله، ما رح ننشرح الرحله التاريخيه لها، ولكن ارتبط بطاقه القمر كيف. موجود علم الحرف والارقام عند كل الحضارات، ولكن نحن كارتباطنا باللغه العربيه اللي هي 28 حرف مرتبطه ب 28 منزله قمريه، القمر في عنده 28 منزله قمريه بمر فيها، لكل منزله طاقه حرف، هذا الترتيب موجود. وطبعا في طاقات عدديه من 1 إلى 9، فعندنا الحروف الابجديه مرتبين بالابجديه القديمه غير الالف باء تاء ثاء، هي ابجد هوز حطي كلمون صعيف سبوري شثا خذون دزغون، هذول 8 كلمات هيك كان ترتيب الابجديه سابقا. فهذا الترتيب الموجود عليه لها طاقات رقميه، تبدا من 1 إلى 9، بعدين بنبلش عند حرف الياء مثلا بصير عندي 10، بصير عندي 20، مثلا حرف الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، بنبلش مرحله مئات عند حرف القاف، يعني القاف 100، الراء 200، الشين 300، للغين طاقته ألف. هذه الطاقة الرقمية كثير بتفيدنا بحياتنا. سابقا كانوا يستخدموا هذا العلم للتدوين ببيت شعر، ممكن يدونوا معركة صارت أو وفاة لشخص ما من خلال بيت شعر يكتب، فبيكون السر بكلمة ملغوزة تحمل بالأرقام بالجمل الكبير، يسمى هو هذا اسمه الجمل، يعني نسبة للحساب أو القيمة العددية، فكان إنه السر يكون مكمون في داخل هذه الجملة أو الكلمة اللي بتعطي هي السر التاريخ. نحن كأشخاص وين نستفاد بهذا العلم؟ نحن أسماءنا مؤلفة من حروف، وهذه الحروف لها طاقات، هذه الحروف وقت نحن بناخذ طاقاتها العددية بنستفاد منها، هو اسمهم أبراج، بس أبراج رمزية تأخذ من حيث الطبائع، ناخذ اسمه ما يسمى البرج الباطني، ولكن نستفاد منها كمان من الطبائع. نحن وقت بدنا نقول سلمى، فعندنا حرف السين مثلا هلا بالطبائع وترتيبه بياخذ طاقة الهواء، فبنشوف انه مثلا اشخاص كثير عندهم حرف السين بنقول عنهم عندهم شيء من النار او الغضب. اذا بناخذ بعلم ادق بناخذ السين كاسم مو حرف، فبنكتب السين ياء نون، فبيطلع عندي الياء والنون طبيعه ترابيه والسين هوائي، فبيطلع عندي الهواء والتراب، وهذا شيء بيعطي من العواصف ودائما من الزوابع، دائما الشخص مثل اسم سامر سامي، فبنلاقي عنده حاله احيانا من الغضب والعصبيه. ليش؟ لانه في طاقه الاسم تحمل طبائع، هي الطبائع اذا بنجي لجوهر الاسم كله بيطلع عندي تركيب الطبائع، ما في شيء سلبي اطلاقا، ما في حرف ضعيف، وما في شيء انه بدي اقول بغيرنا حياتنا، نحن اللي بنصنعها، ولكن من هالعلم هذا بنستفاد كيف ناخذ الطاقات. شخص خجول، طيب انت عندك طاقه النار مثلا، او شخص نفترض كثير عنيد لازم يكون شوي اجتماعي، لانه ببلش بحرف النون فهي ناريه، على فكره يعني؟ رح ناخذ مثال، لانه حرف النون انا كثير قرات على وسائل التواصل او بالانترنت انه دائما بقولوا حرف النون سيء، حرف النون كثير رائع،
وهو من الحروف المقلوبة يلي إذا كتبنا نون وقلبناها تحافظ على نفس الاسم نون واو ميم، ثلاث حروف مقلوبين أي إذا قلبتيهم بيحافظوا، فهذا بيعمل بالترددات رني، فدائما اسم في اسم بنهايته نون هذا شخص لا ينسى، يحافظ على توازنه تماما وبيعطي انا عواصف وهي لا تنسى. طيب النون شو بيعطينا؟ النون مثلا عندنا ببدايه الاسم نون ترابي، الواو نون مثلا راء مائي، فعندي انسجام طبيعي، مثلا ميم ناري عند الياء ترابي، النون طاقه التراب عند عالي، طاقه التراب عند نرمين عالي، معناتها احيانا بجوز نحن بتعاملنا مع شخص ترابي بنلاقيه جامد متمسك بالتقاليد والاعراف، صعب التعامل معه هناك، ولكن منين بتجي الطاقه الثانيه؟ عندها مثلا حرف الراء، عند حرف الراء مستقل بالمناسبة غير متصل، فبتلاقي حرف الراء طبيعة المائية، هون بتجي عندك الماء العاطفي العائلة الأسرة الحنين، فبده ياخذ. إذا نحن بدنا نستفاد من طاقة الاسم لازم نفعل كل الإمكانيات اللي احنا موجودة عندي. الشيء السلبي أنا بدي بعد عنه، مثلا عندي سرعة غضب، عندي عناد مثلا مفترض، لازم أنا نحل هذه القضية من خلال طاقة الأسماء. طبعا نحن اذا بدنا نحكي هذا بحث واحد، اذا بدنا ناخذ بحث ثاني لها قيمه عددية، مثلا اسم ثابت بالجمل بالحساب الرقمي بياخذ رقم 903، كيف بنستخدمه؟ في له استخدامات كثيره، مثلا حتى ممكن بالتلغيز والتشفير بيفيدنا. انا بدي اكتب شيء معين وبدي الغزه وما حدا يعرفه غير انا، فبعرف انا شو معناتها كلمه 903. اذا 903 مثلا تعني اسمي انا، طاقه اسمي، فكل شخص ممكن من خلال هذا العلم بيستفاد منه كثير بمسائل حياته بشكل يطور من طاقاته، وليس امور ابدا تدخل بالغيبيات وما شابه، هي طاقات موجوده عندنا تعطينا امكانيات تعطينا دافع، لذلك بدنا نحب اسمائنا من هذا الباب. اكيد. طيب في سؤال يمكن يعني بيكون على اذهان كثير من المشاهدين، انه كل الاشخاص اللي بيحملوا نفس الاسم عندهم نفس الطبع، يعني كل الاشخاص اللي اسمهم سلمى عندهم نفس الطبع كل الاشخاص اللي اسمهم نرمين؟ دائما اذا بدنا هذا شو الحسابات اللي بتكون بهذا الموضوع؟ كثير السؤال مهم، لانه نحن ممكن اسم محمد مثلا او اسم سلمى راح نلاقي الاف مؤلفه من هذه من هذا من هذه الطبائع. يدخل دائما نحن في بالعلم الفلكي او الرقمي او الحسابات، في عندنا شيء اسمه البيئه والتربيه والمنطقه، يعني عندي طبائع اربعه، حار بارد رطب يابس، هذه طبيعة حسب المنشأ اللي أنت ونشأتي فيه، بالإضافة لطاقة اسمك مع اسم الأم، بالإضافة ما بيساعد الولادة، فعندنا عوامل كاملة هي عبارة عن دراسة وخرائط بدها تنوجد حتى نحن نقدر نعطي الطاقة الكاملة لسلمى. مثلا سلمى بتختص مواليد معين وساعة معين ومع اسم معين وبيئة معينة، كمان البيئة كثير تلعب دور. وفي شيء له علاقة كمان بطبيعة الفراسي، هذا كانوا اليونانيين كثير يستخدموه، نحن وقت نسلم على شخص بنلاقي ايده يا بتعرق يا بارده يا هذا بيعطي طبع، هذا الشخص بيعطيه طبع، فكمان هذا الطبع نحن مو مسيطر عليه، ممكن يكون سلمى حار نفترض، فبده يعطيها شيء من الغضب من الحراره من العفوان، اذا كان مثلا يابس اذا او باردي فبده يعطي اكيد طبائع مختلفه، فبدنا ناخذ عوامل كامله لحتى نقدر نحن نوصل. بنعمل جلسه خاصه بهذا حتى نوصل بأعلى درجاتها ل 60% من هذا الموضوع، وهو أقرب إلى تحليل الشخصيات. أكيد، يعني نحن هذا الموضوع موضوع شيق غصبا عنا، هيك الواحد بينجر ليعرف هاي التفاصيل، ويمكن كل الناس اللي بتتابع بتحب تعرف دائما، مثل ما بيقول الشيء الغيبي بيشغل بال الناس. الإنسان دائما في عنده لهفة لمعرفة المجهول، حتى اللي ما بيأمن أو ما بيحب قصص بس ما عنده مشكلة يسمع الموضوع. حتى لو ما صدق. حتى لو ما صدق بس ما عنده مشكلة يعني. طيب خلينا قبل ما نختم حديثنا هيك اليوم نرجع سريعا لموضوعنا، حكينا عن طاقة الشهر الكريم وفوائدها على الإنسان وترويض النفس، مؤخرا هيك بس نصيحة إذا فينا نقول كيف الشخص ممكن يهدي حاله ويستفيد من هاي الطاقة الروحانية اللي موجودة بالأجواء. طبعا راح أعطي أنا نصائح، بعض النصائح السريعة. طريقة التنفس كثير مهمة، أنا راح الشخص وقت بيحس حاله هو غضوب دائما يغير محله، لأنه في ذبذبات وتيارات ممكن تكون تلعب دور كهربائي، هي جزء من الثاني. تغيير مكان، فورا غير مكانك، أنت عم تغير مكانك اعمل طريقة نفس، ممكن نحن ناخذ طبعا النفس هو من جاي من هو، فهو بالعلم الأرقام اللي هو خمسة، الهاء خمسة والواو ستة، فمجموع 11، فأنا بدي أخذ شهيق خمس ثواني مع زفير ست ثواني، فيني أخذ من إنف شهيق وزفير، بس أنا إذا بأخذ شهيق خمس ثواني فهذا لحاله ثلاث أو أربع عدات نفس لأن أنا خفت الطاقة عندي، مثلا هذا لحاله كثير ببرد الأعصاب. ممكن أحيانا استخدم طريقة جملة، مثلا فيني نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بس بدها تدخل بطاقة النفس، طاقة النفس هي اللي بدها أنا تعمل لي توازن كامل،
طبعا نعم. غسل الاطراف، الركوع، السجود، المثاني السبعه، هذه تفريغ الطاقات السلبيه كلها نحن بنقدر نفيدنا. كمان نصيحه بالايام القمريه دائما انتبهوا من ردات الفعل العنيفه والغضب والعصبيه حتى بقياده السياره باي شيء بدها تكون فيه، ممكن الدم حاول الدم. تنتبه انه المعلومه معرفتك بالمعلومه هي لحالها كافي انها تعمل لك برمجه بالعقل الباطني صحيح. عندك انه انا ما بدي اعصب اليوم، انا في عندي توتر. وقت اللي بيكون في زياده القمر المشكله المجتمع اغلبيته دائما عم يفكر بشيء، يعني في عنده نكد، في عنده تعب، في الناس دائما في عندها هموم معينه، فبدها تحاول تتخلص منها، ما تضل تفكر فيها، لازم يكون تفكيرنا ايجابي. فالتفكير الايجابي رياضه، يعني مو الامر السهل انه انا اصير عندي فعلا دائما تفكير ايجابي. لذلك المقوله تفائلوا بالخير تجدوه، هذا علم قائم بحد ذاته، اذا نحن اشتغلنا عليها اكيد راح يصير عندنا خير، وهذا عدوى راح كل شيء حوالينا راح ينعدوا بهذه العدوى، راح يصير عندي جذب ايجابي بالمحيط اللي انا عم اعيش فيه. أكيد يعني سلمى معلومات كتير أخذناها لليوم، بدنا نتشكرك أكيد لتواجدك معنا، وأكيد المشاهدين أكيد حبوا هاي المعلومات وهي الفقرة. ثابت حسن خبير بعلم الأرقام والحرف، شكرا كتير لك. أهلا وسهلا، رمضان كريم. شكرا لك، وقلنا قاعدة بعد الهواء. أكيد أما هلأ